مع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بيك يا دكتور، يومك سعيد. أهلا بيك أستاذ أحمد وأستاذة علا، يوم سعيد على الجميع يا رب. قيم درجات الحرارة يا دكتور منخفضة عن أمس، يعني امبارح القاهرة كانت مسجلة 27 نهارا 9 ليلا، نهاردة 21. هل ده مؤشر ان احنا هنخش في موجة برد يعني او موجة شتوية شديدة في الايام المقبلة؟ هي طبعا قيم درجات الحرارة خلال هذه الايام في معظم الايام اعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام. احنا كل قيم درجات الحرارة بتتجاوز 20 درجة مئوية خلال فترة النهار، يمكن بالامس كانت 23 درجة مئوية، اليوم متوقع ان هي تكون 21 درجة مئوية، فهيظل نفس الاجواء تقريبا، يعني الاجواء الدافية فترة النهار اللي فيها زيادة لفترات سطوع اشعة الشمس في معظم محافظات الجمهورية. الدفء موجود معانا فترة النهار بشكل كبير، يمكن ده مكمل معانا تقريبا لحد يوم الاثنين او الثلاثة الجايين باذن الله. هنلاحظ يوم الاثنين كمان ان قيم درجات الحرارة فيها ارتفاع ملحوظ، لان احنا متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 25 الى 26 درجة مئوية فترة النهار، لكن فترات الليل هتظل فيها البرودة الشديدة خاصة في ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. احنا متوقع صغرى فترة الليل ما بين 12-13 درجة مئوية، ده في الأيام دي يعني النهاردة وبكرة أو بعده، بتتراوح ما بين 12-13، ده صغرى فترة الليل بالنسبة للقاهرة الكبرى، لكن المدن الجديدة الأماكن المفتوحة هنلاقيها ما بين 9-10 درجات. فبالتالي هتظل فترة الليل فيها أجواء شديدة البرودة في معظم المحافظات خاصة وقت الفجر أو وقت الصباح الباكر. الأحوال الجوية المستقرة دي هتكون معانا في النص الأول من الأسبوع، لكن النص الثاني من الأسبوع هيحصل فيه بعض التقلبات الجوية، هنبدأها يوم الاثنين مع نشاط للرياح يكون مثير لبعض الرمال والأتربة والارتفاع الملحوظ في الحرارة. تدريجيا مع يوم الثلاث تبدأ قيم درجات الحرارة تنخفض، لكن مش هنحس بيها لأنها هتنخفض من 26 لل 22 أو 23، فبالتالي مش هنحس بيها قوي، هتكون محسوسة مع يوم الأربع، يعني يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله أربع وخميس وجمعة العظمى على القاهرة الكبرى هتنخفض وتكون ما بين 18 ل 19 درجة مئوية فترة النهار، فبالتالي هحس بالبرودة والأجواء الشتوية مرة أخرى. هيكون كمان في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده هيبدأ معانا من يوم الاثنين والثلاث يكون مثير للرمال والأتربة في أغلب المحافظات الشمالية، مع يوم الأربع والخميس يحسسني بالبرودة أكتر ويحسسني بانخفاض قيم درجات الحرارة. كمان فرص الأمطار هتبدأ تظهر معانا بشكل مؤثر مع يوم الثلاث، هتبدأ على المناطق الساحلية، الأربع والخميس هتمتد للمحافظات الداخلية. يبقى احنا الأسبوع ده هيبقى أسبوع متقلب ما بين ارتفاعات وانخفاضات في قيم درجات الحرارة، ما بين فرص أمطار هتختلف من يوم للتاني، كل ما بنقرب من الأيام كل ما تفاصيل الحالة الجوية بتبان أكتر، أماكن سقوط الأمطار بتبان أكتر. يمكن احنا نوهنا في نشراتنا من أمس وأول أمس عن الحالة الجوية المرتقبة من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، إن شاء الله لازم نتابع النشرات الجوية عشان نشوف التقلبات الجوية الجاية، لأن الناس خلاص بدأت تحس بالدفء فترة النهار والاستقرار والتحسن. في ناس فاكرة أن فصل الشتاء انتهى، احنا بنأكد أن احنا ما زلنا في فصل الشتاء، ما زلنا في ذروة فصل الشتاء اللي وارد جدا يحصل فيه تقلبات جوية. حضرتك أكدت علينا موضوع انتهاء فصل الشتاء 20 مارس علشان بس ناخد بالنا ومحدش مننا يخف ملابسه أو يتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة دي إنها هتكون مستمرة زي ما حضرتك كنت لسه بتشرحي. بالفعل احنا لسه فصل الشتاء هينتهي معانا 20 مارس، فاحنا لسه قدامنا شهر 2 كله وشهر 3 كمان، الأجواء الشتوية وارد يتكرر في أي يوم من الأيام فيها أجواء شتوية بامتياز. لسه فترات الليل كمان فيها البرودة الشديدة، يعني خلاص احنا بدأنا المدارس، بدأت الطلبة تروح المدارس خاصة فترة الصباح الباكر هنحس بالبرودة، فنأكد تاني الملابس الشتوية الثقيلة مهمة جدا فترات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر أو فترة الصباح الباكر تكون موجودة معانا. الشبورة المائية يمكن احنا لاحظنا وجود الشبورة المائية أمس وأول أمس كانت كثيفة بشكل كبير وأثرت على الرؤية الأفقية، اليوم أيضا بعض الأماكن فيها انخفاض كبير في الرؤية الأفقية، الشبورة المائية لسه إلى الآن موجودة على بعض الطرق وخاصة في المنطقة الشرقية، لكن لن تكون مؤثرة بشكل كبير لإغلاق طرق أو أي شيء من هذا القبيل. الأيام اللي جاية إن شاء الله مش هتكون مؤثرة بإغلاق طرق، لأن احنا هنبدأ نحس بوجود نشاط للرياح مش هيساعد بشكل كبير على وجود الشبورة المائية الكثيفة إن شاء الله. هو بس النهاردة الشبورة المائية الضبابية اللي كانت موجودة معانا
يعني ما فيش اي طرق تم اغلاقها اليوم، لكن مؤثره على الرؤيه الافقيه بشكل كبير، خاصه عندنا في بورسعيد الرؤيه الافقيه انخفضت ل 1000 متر في بعض الاماكن. فنخلي بالنا بس من القياده فتره الصباح الباكر، ساعه بالكثير والشبوره المائيه تتلاشى من على اغلب الطرق. الايام اللي جايه الشبوره المائيه مش هتكون مؤثره، لكن التقلبات الجويه هتكون مؤثره. يعني احنا بنقول الاثنين والثلاث نشاط للرياح المثير للرمال والاتربه، فطبعا مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه هياخدوا بالهم. ممكن كمان الاتربه تؤدي لانخفاض رؤيه افقيه على الطريق. بعد الاتربه والرمال مباشره هيكون عندنا امطار، وامطار كمان مؤثره بشكل كبير مع يوم هي هتبدا بالظبط الثلاث على المناطق الساحليه الاربع والخميس. هتستمر ثلاث واربع الاتربه. الاتربه الاثنين والثلاث باذن الله، الاثنين والثلاث هتبقى معانا. الاثنين والثلاث نشاط للرياح المثير للرمال والاتربه مع يوم الاربع والخميس فرص الامطار وانخفاض قيم درجات الحراره يكون واضحين. الامطار هتكون على السواحل الشماليه ولا محافظات الجمهوريه كافه؟ الامطار الاول هتبدا يوم الثلاث على السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري، الاربع والخميس تشمل اغلب محافظات الجمهوريه الشماليه، يعني تغلب السواحل الشماليه الوجه البحري قد تصل كمان لمناطق من القاهره الكبرى وشمال الصعيد. ده هيكون مع الاربع والخميس باذن الله. طب دكتوره منار، مع حاله الرياح اللي حضرتك اتكلمتي عنها، ده هياثر على حاله البحرين؟ هو وارد جدا ياثر طبعا على حاره الملاحه البحريه على البحر المتوسط، بس احنا بنتكلم ده هيكون من يوم الثلاث او الاربع. يعني احنا الرياح اللي هتكون موجوده معانا يوم الاثنين تحديدا رياح جنوبيه جايه من مناطق صحراويه، فبالتالي مش هتاثر على حركه الملاحه، لكن مع يوم الثلاث والاربع وفي الخميس ممكن تاثر على حركه الملاحه تحديدا على البحر المتوسط، لان هيكون في تاثير لمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط وايضا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فده ممكن ياثر على اضطراب الملاحه البحريه بالفعل على البحر المتوسط. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.